إذن الأكسلريشن مثل ما جاي نكتبه هنا في هذه الحالة هو راح يكون 2 في 3 في نصف 2 في 3 6 نصف 6 هو 3 ووحدات لا تنساها هو متر على ثانية تربيع. إذن هذا هو الجواب مالتك ومثل ما تلقاه هنا زين. هسه خلينا نشوف example 6. في هذا الاكسامبل يقول لك هي نفس العربة الثلجية السابقة بنفس الاكسلريشن 2، فإذا الفورس تريبلد يعني في 3 بس الماس is halved معناته في نصف الماس، فشنو اللي راح يصير عندي؟ أنا أعرف إنه الأكسلريشن كل ما يحصل بالنت فورس يحصل بالأكسلريشن، فالأكسلريشن هو أصلاً 2 والنت فورس تضاعفت 3 مرات، إذن هذه أيضاً تضاعف 3 مرات. زين هسه أجي أشوف الماس، الماس هو لازم يكون بالعكس، أجي أشوف الماس إنه هي صارت نصف. إذا تعكس النصف إحنا نريد العكس مع الماس، إذا تعكس النصف النصف راح يصير راح يصير 2. إذا في هذه الحالة الأكسلريشن مال تي راح يكون 12، لا تنسى الوحدة متر على ثانية تربيع. إذا هذا اللي جاي نجاوبه في هذا المكان. فإذا افتهمنا هذا كله زين فنكون تقريبا غطينا قانون نيوتن بشكل كامل. وهسه حاول نلعب هاي الجيم. هاي عندك جيم موجودة وممكن ما أدري ليش بتشتغل هاي. أوكي. يلا ظهر مو يجوز أنزلكم بعدين اللينك على الموقع تقدرون تستخدموه وتشوفون شلون تطبقون قانون نيوتن في هذه الحالة. زين أو ممكن نتوقف ونشغلها مثلا بعد قليل.